جدا، هذه قوة، هذا طموح يجب أن يتجدد في كل مؤمن. بل حتى أبقى في الثقافة الإسلامية قبل أن أعود إلى ما تقول، يجب أن يكون هذا الطموح مبعثا لنا على تجديد طرح أسئلتنا على القرآن الكريم. ونحن في شهر القرآن، يعجبني نموذج طرحه أحد المفكرين الإيرانيين لما صور المشهد التالي. قال إن القرآن الكريم يجب أن نطرح عليه الأسئلة كي نستطيع أن نستنطر منه معاني جديدة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال أن هذا القرآن عجائبه لا تنقضي، وأنه لا يخلق من كثرة الرد إلى آخر. فلا يتدبر من القرآن معنى قوله. قال أن تصور أنك تجلس إلى عالم، وهذا العالم يقطر علما، ولكنك لما تطهر قلوبنا أيضا لكي تجعلها قادرة على تلقي أنوار القرآن الكريم بما هي أنوار تسرق على القلوب المؤمنة الصقيلة بالذكر وبالروحانية. لذلك الخلل يا صديقي، الخلل يكمن في هذا الأمر، في كوننا نمتلك طموحا ولكن لا نستطيع أن نترجم ذاك الطموح إلى عمل إجرائي في مختلف المجالات يستفيد من العلوم المختلفة. لأن الحكمة ضالة المؤمن يطلبها أن وجدها، ويستفيد من المعارف والثقافات المختلفة، يستفيد منها بالشكل النقدي بحيث يأخذ منها ما يجيب على الأسئلة الملائمة التي يطرحها عليه تاريخه وواقعه وثقافته. وأيضا كيف يمكننا أن نجعل من كثير من الشعارات وكثير من القيم التي نتغنى بها أن نجعلها مشاريع عملية في الاقتصاد، في التعليم، في التربية، في الاجتماع، في الرياضة، إلى غير ذلك. مثلا قيمة، نتحدث عن قيمة الإخلاص. مثلا قيمة الإخلاص هذه قيمة عظيمة في القرآن الكريم، لأن القيمة الوحيدة التي سوف تنجي المؤمن يوم القيامة إلا عبادك منهم المخلصين. يقول ابن عطاء إلا السكندري في حكمه: الأعمال صور قائمة وروحها وجود سر الإخلاص فيها. نسأل بعضنا البعض، هل نحن مخلصين؟ هل نحن مخلصون في عباداتنا مثلا في شعائرنا؟ نحن مبتهجون بالكثرة الكاثرة من المصلين في هذا الشهر الكريم. لكن يجب أن يطرح كل مصل على نفسه السؤال: هل هو مصل فقط أم هو مقيم للصلاة؟ وما كل مصل بمقيم للصلاة. والقرآن أمرنا أن نقيم الصلاة، بمعنى أي أن نتحقق بالشرائط المعنوية والروحانية في الحضور مع الله في الصلاة، فتثمر الصلاة فينا قيما تفوح وتفيض منا في أحوالنا اليومية وفي سلوكاتنا اليومية، فنبش في وجه إخوتنا، ونتصف بالحلم في لحظات الغضب، ونتصف بالوفاء في اللحظات التي قد نغتر ويغرر بنا فيها من أجل الإخلال في الوفاء، ونتمسك بقيم العمل والجد والابتعاد عن الرشاوة والإخلاص في كل شيء إلى غير ذلك. هل هذه القيمة تجد سبيلها إلى الحياة؟ لاحظ هذا، هنا يكمن الخلل. قيمة الصدق، الصدق ليس فقط أن تطابق أقوالك أفعالك،
هذا وجه من أوجه الصدق. يعرف أحد العارفين الصدق فيقول: الصدق هو أن تصدق في مواقف تظن أنه لا ينجيك منها إلا الكذب. فهمت؟ تجد نفسك في مواقف ومواقع ترى أن المخرج الوحيد كي تنجو بجلدك مثلا، أو كي لا تؤدي غرامة، أو كي تحقق فائدة، المخرج الوحيد الذي يبدو أمامك هو الكذب، ومع ذلك تلزم الصدق. إذن هاته فقط نماذج، يمكن أن نأتي نماذج لا تنتهي. الإخلاص، إخلاص الطالب في علمه، إخلاص البرلماني في 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 حملاته، وفي إخلاص المصوت في صوته، إخلاص العالم في بحثه، إخلاص البناء في بنايته، إخلاص الأستاذ في قسمه، إخلاص مؤدي الضرائب في أداء واجباته إلى آخر ذلك. إذن لاحظ معي كيف أن الأمر إذا انتقلنا بالطموح من الشعارات إلى الأجرأة، سوف تجد أن الخلل يكمن في هذا الطلاق البائن عندنا بين ما ندعي أننا نؤمن به وبين ما يمارسه كل واحد منا في حياته. طبعا لا تعميم في الأمر، وأيضا الخلل وجود ما دامت النتائج ليست كما نرتجي. شكرا. شكرا سيدي محمد تامي الحرق على هذه الجولة الجميلة. تفضل أستاذ. تفضل، مرحبا. تفضل. بالنسبة للشباب عندنا نحن نريد المشروع الحضاري والتغيير، فعلينا نزعج من الدخول في مواجهات مع الآخر، لأن هذا تاريخنا محمل العديد من التجارب القليلة التي دفعت إلى التشدد والدماء والإرهاب، ودخلت إلى أن العالم ينظر إلينا نظرة غير حضارية. يعني أن نتشرف إسلاما هو دين السلام ودين الإيمان ودين الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله، عرفت أشد حبا لله، والحب لله هو يتجسد في الواقع في الحياة ومع الناس. وشكرا. شكرا. إذا سمحت، ما دمت أشرت هذه الإشارة، أضيف إضافة بسيطة. هذا يقتضي يا أخي أن يجتهد علماؤنا، وهناك من يجتهد في هذا الباب، لإشاعة فهم أسميه الفهم الرحموتي الكوني الإنسي الروحاني الجمالي للدين، وهذا الفهم يكاد يكون مهمشا إزاء الفهوم السائدة التي هي إما فهوم طائفية، وإما فهوم أصولانية، لا أقول أصولية، أنا في العربية فوندمنتاليزم لا يمكن أن نترجمها بأصولية، فنحن عندنا الأصولي هو عالم الأصول، عالم أصول الفقه، وليس الأصولي هو المتشدد. هذا المستوى، هذا خلل وقع وسار في الترجمة، لذلك أسميها الأصولانية. أيضا تسود لنا عندنا فهوم الدين الانغلاقية، حين تجد إنسانا يبادر إلى تكفير ثقافتنا المغربية، نماذج كونية لا ندرسها لأبنائنا في تعليمنا. أعطيك مثال: أبو العباس السبتي في مراكش، هذا ضريح لأبي العباس السبتي أحد الرجال السبعة لمراكش. لو أننا فهمنا الفهم لانغلاق الأصولان كان يقرأها جميعها ويعتبر أنها تدور حول الصدقة، وبالتالي كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. الناس تأتيه بالصدقات وينفقها. سمع أبو الوليد نوروش الفيلسوف الحديث عن أبي العباس السبتي، فأرسل بعض تلاميذه يتلصص ويترصد ماذا يقوم هذا الرجل. فلما عادوا إليه وقالوا إن هذا الرجل مذهبه يقوم على الصدقة، يتصدق بكل شيء،
كان في الأول يتصدق بثلث ما يصل إليه فأصبح يتصدق بالثلثين حتى أصبح يتصدق بالكل. فقال له هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالجود، ولهذا إلى يومنا هذا ما زال مزرع ابن العباس السبتي يضم المكفوفين وغيرهم ممن يأتيهم نصيبهم من الصدقات. لاحظ هذا الأمر كان في القرن السابع الهجري قبل وجود المجتمع المدني والخيريات والمتكافل والمنظمة التكافلية والتضامنية. هذه قيمة من القيم الكبرى التي جسدها هذا الرجل، يجب أن نلقنها لأبنائنا لأنها تغير فهمهم للدين وتجعل أثره في المجتمع. تقول لي كيف ذلك؟ أقول لك أن هذا الرجل كان يقول مثلا من أقواله: أعطي الصدقة لأول من تلقاه ولا تسأله عن دينه. هذا رجل يقول هذا الكلام الذهبي في القرن السابع للهجرة هنا في مراكش. هل ندرس لأبنائنا مثل هذه النماذج، مثل هذه القيم التي تؤكد هذا الانفتاح الكوني الرحموتي للإسلام، والذي أنا متأكد هو يعتبر أحسن وسيلة وأحسن طريقة لتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو رحمة مهداة للعالمين وليس للمسلمين فقط، بل القرآن الكريم نفسه لم يبعث فقط للمسلمين، هو كتاب هداية للعالمين يبتدئ بالحمد لله المصحف الحمد لله رب العالمين وليس رب المسلمين ولا رب العرب، وينتهي المصحف يقول أعوذ برب الناس وليس أيضا رب المسلمين فقط. إذا لاحظ الأمر يبدأ من تقديم هذا النوع من الفهم الذي أشرت إليه للدين لأبنائنا باعتبار أن الإنسان يعتز بإسلامه، وهذا الاعتزاز بإسلامه يجعله كونيا منفتحا على الآخر وقادرا على أن يتعايش معه، بل أن يفيده ويستفيد منه بما يخدم الإنسان كإنسان من حيث هو خليفة لله في الأرض. هذا هو الذي يمكن أن ينقذنا من الفهوم التي أصبحت عالة علينا والتي شوهت صورة الرحموتية والجمالية للإسلام في العالم. شكرا سيدي محمد تامي الحراق. أعتقد كسؤال أخير، تفضل.